قال عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك إلهان لهذا الكون، وإلا لحصل التناقض والصراع وعدم الاستقرار. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل لو كانت هذه الآلهة موجودة لتقربت إلى الله عز وجل. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ونظير هذا قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.